الوالد من سوى الوالد هذا كلها هو احنا ندوس بالطين ونناوش له بالمسحة وهو يطوف، احنا ما نعرف نطوف لان كنا صغار، فابونا كلفنا نجي من المدرسة نطلع ورا بالنسبة لورا المدرسة نجي نفزع له لابونا بالطوف وندوس بالطين والدبلة تبين. تعرضت لتجريف البساتين كافة، فعندت استرجعت البساتين من قبل السلطات القديمة زين، كل واحد طلع مهدس وثبت حدوده واخذ القطعه مال بستانه. فاحنا قمنا بالطوف، اول شيء مناسب ورخيص زين وستر للبستان. اهلا، هذا الطوف شغلته قديمه، هذا يقاوم حار برد، والناس قبل يعني ماكو بلوك وماكو طابوق وماكو بناء وماكو بيارتي ما بيارتي، فهذا شغلته يعني مضبوطه، حار برد يقاوم، هذا يعني ترى عمره يعني يقاوم، اكو منه صار له 100 سنه 150 سنه 60 سنه يقاوم، ما يقع الا امطار قويه وهو هم ما يصلح، يجون هم ورا فتره هم ما يصلحونه، ويصير بيها يصير بي مكانات للعصافير ومكانات تصير بي للحيايه. خالص واقف فوق اسمه عوسج في سبيل يعني قبل الحرامي ما يقدر يعبر به، الكلاب الواويه تعيقه لان هذا تعيقه ما يقدر يحفر به هذا، مثل شلون البيارسي هذا هسه الموجود بيارسي هذا احسن من البيارسي هذا. كل خميس وجمعه نجي نتونس احنا واصدقائنا واهلنا، مرات والله احنا مرات يعني مرات يوميا نصبح نجي نتريق احنا هنا بسته بسبعه نتريق بالعشره نطلع. بستان حلوه يعني تنفس يعني اكسجين بالبستان احسن من البلايه. You just watch us, probably.